تاكسي مو ما بوش تاكسي أنا ما بوش تاكسي أنا. يا الله رضك من صباح الصبح الصبح بمجالي أخرتني على الدوام. الدوام الدوام ما دام معك دوام كرد صار لي تاكسي منك. أصلا هنا الديكور مقلوب، مهندس الديكور عمل كذا الشارع والشارع عمره تكون كذا تمام. والله مو صدق يروح الشارع الثاني. تأخرت على دوامي. ما يسر حالك عسر حالك. ما معنى؟ اسكت يا مجنون. تقولي من نفسك. كنت مشيت لي ما تأخرتش على الدوام. وين انت يا نجا تأخرتي هكذا؟ ها حنان تأخرت عليش؟ ليش تأخرتي؟ بنت بيني طقم الشال والجزمة. مشي 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 يلا تأخرنا على الدوام. لحظة معش حق مواصلات؟ مواصلات؟ لو كان معي مواصلات ما كنت تأخرت ليش ساعتين. طيب ايش الحال؟ ايش كلمينا بهان يجيب لنا. كلمنا بهان؟ ايوه مستحيل قبل شوية بهذلته قلت له يا مجنون. عادي اعتذري له. أنا أعتذر نبهان؟ أيوة لا وألف لا مواصلات. صباح الورد يا ورد حارتنا. يا ورد يا كافي يا عنبروت من قصدك من تتكلم مع من؟ صباح الورد يا نبهان. مش قبل قليل قلت يا مجنون يا هبال يعني. حاشا وكلا من قال نبهان مجنون. نبهان عاقل حارتنا. نبهان سراج حارتنا. نبهان قنديل حارتنا. صدق المثل عندما قال خذ الحكمة من أفواه نبهان. ادخلي بالموضوع بقى تشتي يا نبهان. اشتي ميتن حق مواصلات. حقنا ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله. حارق ليس لكم منينا. أنا مجنون مجنون داخل حارة. مجنون أنا مجنون. موني سألك من مجنون. لا تشي معتين. يا نبهان تأخرنا على الدوام. دوام الوظيفة؟ أيوة. لا 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 إلا دوام الوظيفة. الوظيفة مهمة جدا. صح. عادم بدوام. يلا خذ أنا ريك. يلا روح. سلام. نحن الشباب. نحن الشباب. اكسر ام الباب هذا. اكسر الباب خليك تكسر راسي وراسك. اكسر الباب. كسروا راسك. مالك منه يا نبهان؟ ما معكم مو معكم للمشاكل. الساعة 8 والمجنونة هذه قفلت الباب وما خلتنا نروح الدوام. الا الدوام الا الوظيفة. ربك يا ورد الحارة. اسمعي عمال. اسمعي هذا رزقك ورزق عيالك. اسمعي اسمعي. صلي على النبي يا نبهان. صلي على النبي. أين رزقي ورزق عيالي يا نبهان؟ تخيل خمس سنين لو بالوظيفة هذه لا حصلنا رواتب ولا حصلنا شيء. لا حكومة احترم نفسه وقابل لهم رواتب ولا هم احترموا أنفسهم ودوروا لهم عمل ثاني. يعني جالسين تتوظفوا بلا رواتب؟ كلموا. ما فيش رواتب. منين اجدوا؟ خمس سنين مدوكم مش رواتب؟ ما فيش ولا راتب. طيب نمو عادكش تروح الدوام؟ شي قرعوا علي الوظيفة. قرعوا راسك قرعوا راسك. هذا اللي اشتزي فلت. أنت مجنون ولا معك عقل يا هبل؟ هي أصلاً هذول الجماعة ما شدوا لكم رواتب. ما دام انكم تداوموا مثل الحمير تداوموا ما شدوا لكم. لكن لو عملتم وقفة ورفضتم انكم تداوموا شو احترموا نفسهم شدوا لكم رواتب. وقفوا لا اعملوا ضرب. تمام. اسلم فمك يا نبهان. اسلم فمك. اسلم فمك. شوف 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 تعلم تعلم كيف الناس تتكلم. تعلم شوف مجرد مجنون تافح حقير قزيز. تكلم شالية ملا يا نبهان. صلي على النبي. أنا ما قصدش إنك مجنون ولا شيء. لكن الحكمة إيش قالت؟ ما. قالت خذوا الحكمة من أفواه المجانين. إن شاء الله إن شاء الله. من ما دام ما يدرش رواتب اربطوا داخل وممنوع يروح يداوم. ما غلطان. أنا بس أكلم واحد مجنون مثلك بس. خل. داوم يا راتب ولا مجنون. ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كيف حالك يا نبهان؟
مالك كذا تتلفت؟ حسب الله انت قاعد تسرقني. انا ما بسرقك، بس مش حد يدري ان انا اشتي تسلف من واحد مجنون. تسلف من واحد مجنون؟ طيب اذا انا مجنون ليش عايز تسلف مني؟ وبعد ما كلكم تتسلفوا مني، انا بنك مركزي يا اخي، ما حد باقي معه بيسلم. انت اسمعني الحين، اشتي 500 سلف انا في دارك. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يقبح الحرب هذا اللي خلى الناس ما معاهم الا مجنون الحاره تسلفوا منه. ليش ال 500؟ تاخرتوا على الدوام مش قريب كبتكس. الدوام تدي لك 500 بس ترد لي لما يدوا لك الراتب. لا قجر راتب، لانه اصلا ما في رواتب. انت داري ما في رواتب، بس اذا جا راتب وعد. ما في رواتب؟ ما مش عقدك داري، الدوله ما تديش رواتب للموظفين. طيب منين تاكل قهاله؟ ما انا اشتغل بعد العصر، اشتغل بمخبازه واحصل لي نص راتب منهم. نص راتب بمخبازه؟ طيب لو دوام كامل دوام شدوا لك راتب كامل؟ وراتب دولي بيجي. طيب ليش ما توقفش الوظيفه اللي ما بينها رواتب؟ صار لك شغل بالوظيفه اللي براتب. بيشلوا الوظيفه، بيفصلونا من الوظيفه، بيجيبوا لنا واحد ثاني. ولو شلوها يعني ايش فايدته؟ شوف ما دام انكم تداوموا وما دام انكم ساكتين على حقوقكم، يا جماعه والله مش عبروكم، تجلسوا كذا مهروبكم من غير ما برواتب. هي قوم انقل عندهم. ما بس 500، 500 ليش ما معكش راتب؟ أنا هنقول إن أنا شو أجيت وتسلف الواحد بدون مثلك، زمن عوج. نبهان يا حبيب، شوف. رعب رعب. الكذبة الكذبة الكذبة. شوف. اعمل لي برمي. شوف. الله يستر، ما شاء الله. شو اسمك يا سعيد؟ ابو العطر. ما نزلت اليوم نفس الخبر. حركات. انا الصراحه اليوم لقيته طالب. طالب؟ طالب يد بنتي؟ اي موجود، مجنونه بالشارع الثاني عند الكم بحق الكهرباء. لو وافقت ما عنديش مانع. نسيش بنتي؟ طيب طالب ما هو؟ تحرقنا جدد اشوف لي وانا استحي الله. ما الصراحه انا طالب راغب يد 50,000 سلف لي. ما على حكي بنتي في لمجه الدوله ردي. يعلك ضمن الحقاق لا ريق ولا لقاق. انا البنك المركزي هنا يا خلق الله، البنك بعدن بعدن ماش عندي. يا 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 نبهان يا نبهان يا نبهان، انت بالبرميل وكل شيء لا عندك، وهل الخير يا قويند لا عندك، وقا كل شيء اصلا ما تصرفش انت ولا ريال. ما تشتري ب50 يا نبهان. انا اقول بيني وبينك ضبحت وتعبت من الشغل الميداني، دريت فحصلت وظيفه حلا بمكتب وكذا وحركات وتشوف البدله، فقلت يلا فرصه. كيف حصلت على الوظيفه؟ اصلا اللي كان قبلي موظف هذا اللي خرجوا انه هو خرج ما عرضش يداوم. ليه؟ لانه ما فيش رواتب من دول، رواتب ما بدهم. وانت شدوا لك راتب؟ لا انا شدوا لي الوظيفه وانا عندي 50,000 واتوظف واكل اداوم حركات. لا يدوا لك راتب وعادك تدي لهم 50,000؟ ايوه حق الوظيفه، حق المكتب، حق ان انا ادخل اتوظف الوظيفه. قوم زع مش زع ما زع زع دنب. هو ما ضرب الموظفين الا انت وامثالك. المفروض يا محترم انك ايش ما تداومش بدل اللي ما يضارب، المفروض كلكم تضربوا ما تروحوش تداوم. عطا وسخت البدله. وسخت البدله. انا 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 الغلطان ان انا اتسلف من واحد مجنون زيك يا مجنون، يا مجنون الحاله يا مجنون. انا انا الغلطان، غلطان امانه. لا لي 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 لا 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 ألا قالوا علي مجنون وحسي غايب، قالوا علي مجنون وحسي غايب، ما هو شنا من يسرق الرواتب. ألا مجنون أنا لأني وزير ومسؤول وخليت شعبي والاقتصاد معلول. لا المجنون من خلى الاقتصاد منهار، المجنون من خلى الاقتصاد منهار وراتبه 50,000 دولار. لا الكل يداوم والكل يواظب، الكل يداوم والكل يواظب، لو يضربوا إن الحكومة حانب.
لا حكومة ساعة صدق وزراء ومراتب، حكومة ساعة صدق وزراء ومراتب، والناس يموتوا جوع بلا رواتب. لا حكومة لا شفنا أجري ولا ثوابي، حكومة لا شفنا أجري ولا ثوابي. لا حكومة لا شفنا أجري ولا ثوابه، لا شفنا أجري ولا ثوابه، يغيروها دي ما قلبنا بابه. أنوار هذا عملك يا رجال، هدأ وصلي على النبي، وبعدين هو قصار وقد قدم على وظيفة. اسكت انت، هو ما خرب الرجال للنسوان. مش اعطيتك مهلة اسبوع تشوف لك عمل لتخرج من بيتي؟ يا بالله يحفظك، والله ان انا عملته مثل ما قلت لي، قال رحت للشركة وقدمت السي في حق القهوة عندهم وطلبوا مني المؤهل، رحت للجامعة ختمت المؤهل وهابي يدي تشوفوه، ختمته وجهزته شبكرة صباحا اودي لهم. رقد بدري عشان تبكر، رقد خلص تمام، انا شرقد يا بابا، خلص خروج وانا شرقد. لا قتلني بس. بتلعب معانا ولا خلاص؟ معانا دوام، معانا وظيفه، معانا شغل، يعني اول طبقه بتاع من حقك فكره الشغل. يعني ما يشغلش يلعب، ما مش سالي ولا عباقي تسليه ولا امس. لا 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 يا حبيبي، مش يلعب ولا يلعب يا حبيبي، اذا شرقد شبكر هذا شخص ايجابي ولا تزعله خليه يرقد. ايجابي مالك من الخبر هذا حبيبي؟ ما معنى من الخبر؟ الوظيفه ما منا للنكد، ما منا للتعب. ما عبوش لا امس ولا تي الناس. جس لعب جس لعب. لا تصدق لوش، لا تصدقش يا انور، هذا يزيد عليك يا انور، هذه الوظيفه رزقك ورزق عيالك يا انور، انت قادم على حياه، على فتح بيت جديده، على زواجه، على مستقبل، فلذلك ارقد وقوم بكر بدري، داوم، انت شخص ايجابي، يلا ارقد. ايوه صح، وبعد انت ايش جابك فوق حقي السرير؟ يلا قوم خلينا نرقد، ما فيش نوم ولا وظيفه، نلعب انت والناس. يلا اقول لك قوم خلينا نرقد، يلا قوم قوم وخلينا ارقد احسن لك. انوار شوف، قوم وخلينا ارقد احسن لك. تطردني يا انوار؟ اطردك وستين اطردك. يخص عليك يا انوار، يخص، وانا اللي اشتي لك التسلاي واشتي لك الراحه واشتي لك الانس والونس. طيب يا انوار يلا 1-0 يا انوار، كذا عجبتنا. 1-0 اوريك، خليه ينفعك. اقول لك تعوذ من الضمير اتعوذ منك اعوذ بس بالله منك. أجي أرقد. تصبح على خير يا أنوار، وأنت من أهل الخير. ألا يما على بعدش سنيني كثر خيرش كنت يا نور عيني. ضروري وظيفة، بطل لك أنوار موضوع الوظيفة ذا، انسوا. كيف انسوا؟ أنا بكرت وحمس اديته لما سيبي، خلاص بكرت الصبح. كيف طبخ معي ولا بتشاش؟ خلاص طلب لي كبدة. كبدة؟ أعوه؟ شو سندوتش ولا أعوه؟ يا صاحب الكوفية. يا حبيبي فضل. واحد سندوتش واحد شاي، الله يدي لك العافية. حاضر حاضر من عيوني. ينور الوظيفة دي مالش داعي، ما فيش داعي للوظيفة، مش داعي مدر داعي، مش داعي مدر تكون، مش داعي ما خسرها ورجعها، خسرها موازة، خلاص تقيد اشتكم من الوظيفة للبيت، من البيت للوظيفة. هيا ينور. لا تصدق ينور، لا تصدق، شو مقهور الآن منك، لأنك خلاص أصبحت إنسان موظف، إنسان محترم، وأمس سلمت السي في حقك، واليوم بتستلم وظيفتك. صح صح، والله انك مقهور 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 مقهور، ان انا شاهد اتوظف وخلاص، شاكون انسان ايجابي. صح ايجابي، شاكون انسان هبل، من وظيفتك للبيت مثل الهبل، اشتغل من اللعب، اشتغل من الفونة من السهر. ينور ينور، بدلك من وظيفة، بدلك من وظيفة. لا تصدقوش لا تصدقوش،
أنت اصطبح تعوذت منه واصطبح وروح استلم وظيفتك. يلا يا أنوار قر خلينا اصطبح خلينا اصطبح وخلينا داوم رجاء قبل ما أتعوذ منك. مالك شو داخل يا صاحب المنفياة؟ ها يا أخي لنا سندوتشان وتقول هذا أحلاص أبوه. تفضل مجتمع أعوذ بالله. روح 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 هو واحد سندوتش يقول شي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حتى الصباح طلع قهوة. أنا مو اسمك هذا السيف حقي على حق الوظيفة اللي تقدر. أيوه هو يا صاحب المنفية ها يا أخي ذا مو يعمل عندكم السيف حقي وأنا مدريني هذا من المصلحة السيف اللي محتاج النش اندو لنا وإحنا نعمل بو سندوتشات. يعني الوظيفة طريحة قال ونزلوا السي في حقك غلبوا فيها يعملوا بس الدويتش يعني باح وظيفة. كوش ملك مو من كوش ملك يا فهد ارحمني حتى مشهد العب سواء عشان الجمهور مش علشان يا اخي قلت لك انا البداية ما اعرفش العب يا اخي تعلم من عمار يا اخي فرمان 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 قوموا وقفوا وسنبوا مولاي الوالي بعد عليكم الفرمان تفضل يا بركة نو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا يا بركتنا بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قاتلوهم صدق الله العظيم وامتثالا لتوجيهات القيادة العليا فقد قررنا التعبئة العامة للجبهات وعلى الجميع المشاركة وذي عيطوس هانا أو هانا عن علم كيف الطحوزة صادر عن اللجنة البلكونية العليا اليوم وبتاريخ وساعته مفهوم يلا يا جحمل سجل أساميهم على طول فان فان حقوهم مثل ما هم جالسين فاضيين سجلوا أسماءكم تعبئة عامة تعبئة عامة قال هنا معبئين جاهزين معبئين هم معبئين صباح معبئين فقر معبئين نكد معبئين عبي يا اخي احنا مش حق حارب ولا حق خدرة بعدين ما فيش يمني يقتل يمني ما فيش يمني يقتل يمني ايوه ما فيش يمني يقتل يمني يا احبال وري كيف اليمني يقتل يمني يمين يمين يا وجه يمين حرب عليكم افضل عمار افضل عمار يا وجه يمين الوحيد اللي يعرف يلعب معي بالطير الان انا ومن العب انا ما يعرفش يلعب فهد فهد ما يعرفش يلعب يعني تهم اللعب حرام عليكم قتلتوا لانه قال لكم ابو الشمني يقتل يمني تقوموا تقتلوه اسمع انا ما بروحش معكم الحرب انا مدرس ومكاني المدرسه مش الجبهات حرب انا ما تعناش مدرس يا حبل ايوه المدرسه اقطع اقطع كنت اعمل اقطع ايش عباك المدرسه فاتح هذه الايام ايش المدرسه فاتح ما عباكش هذه المدرسه اللي هنا قايم معسكر قايم سجن الله يحبسه برابع ألف برابع ألف على لسانه ذا حرمنا يحتبس إلا بالمقصر زمن للشهيد أقوى ثابت
جحفل. يا رمت ما مجعل الله ينتقم منك. الله ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظالمة. أبو ماجد؟ الريموت. هات الريموت. أنتم ما تستحوش على أنفسكم. ما تحسوش أنتم ما أنتمش بشر أنتم. هذا بيتي أنا. هذا بيتي أنا. تدخلوا وتتصلبطوا على البيت وتقتحموا البيت وفوق هذا كله تتحكموا عليا كيف ما تشتوا. بعد المثل قال يا غريب كن أديب. مين الغريب؟ أنت. أبو يا مان. أبو يا مان. ما تعملين؟ ما تعملين لكن عبريت شو لكن؟ ما تعملين؟ الله أكبر عليك! يلا قم اسعي فيك! قم اسعي فيك! يلا ادخل ادخل ادخل. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. ايش اللي فعلتوا يا ابو كريمين يا سفلا؟ شفتوا ايش عملتوا؟ كان حامل زوجتي، كان حامل بالشهر السادس وانتم ضربتوها لما اسقطت الجنين. اسقطت الجنين يعني قتلتم ابني. ما يكفيش انكم حكيت لكم بيتي. ما يكفيش انكم دخلتم على حياتي. من جابكم؟ خرجوا من حياتي. يعني دخلتم على بيتي وعلى حياتي وخربتم حياتي وقتلكم ابني وزوجتي اسقطت بسببك. بسببك انت. زوجتي اسقطت بسببك انت. مالك؟ ابو يمن احس نفسي بتلعي ودايخه. اقول لك شي؟ ها؟ خاور على قنبله وبارود ولو في قليل غاز. ابو يمن شكلي حامل. دبابة؟ حامل مو غاز مو حامل. بمجرد ما عرفت ان زوجتي الاول اسقطت حامل. منين حامل؟ وانت يعني ورقه مزور وهذا عسكري بقى جالس بالباب. منين حامل؟ الكذب. كانك تقول على العيب هذه تضحك علي تحسبني ما عرفتش. نعرف اني كذابه مجرمة. تي تضحك علي. قال اني حامل وخاور ايش قنبلة وشاكلها قانون. بس ها انا داري اصلا هي ما دخلت البيت الا بكذب والان تكذب اني حامل. ابو يمن. ها؟ مالها؟ وذي مالها؟ احس اني دايخة وخاور على عشار. لا وتنبل. بالله ورمان. على اساس انك مو يعني ها شكلي حامل. حامل تنباتي تنبا. على ما تكذبين؟ على ما تكذبين؟ حامل. لا منين حامل؟ ومنين حامل؟ واحنا اصلا زواجة مع ايقاف التنفيذ. منين حامل يا كذابه؟ انا بقول لك منين حامل. ها حامل واقع يا قلبي. ابو يمان. مالك علينا يا زمن يا زمن.
تروحت انا ايش في والدنيا ليش تهكرت في وضعنا ايش في هذا طلع هذا نزل هذا قلب ايش في كل العسار تسهلت الا اليمن ايش في